بدون احترام للشخص، بدون احترام للماضي الكروي، بدون احترام ما قدمته للكرة الجزائرية والألقاب لتت الفريق الوطني. يعني تشوف الناس يشتموا فيها، هذا شيء موش عادي، موش عادي. الآن راك تكلم هذه الأمور تتأثر فيها ولا ما تتأثرش فيها. سي جو ديميسيون جو في كونداني ليكيب ناسيونال، جو في لا كونداني لي غار، وتولي اون كريز والفريق الوطني ما يخرج من الأزمة. أنا نقول لكم جوستومون جو ديميسيون با باسكو جي بوكو دو ريسبي بور ليكيب ناسيونال، جي بوكو دو ريسبي بور مون بيي. Et je ne veux pas laisser cette équipe nationale parce que nous allons connaître des moments très très difficiles, pire que واش عشنا في السابق. لهذا الطاقم الفني وانا عارفين واش نديرو. شفتوا فزنا، حتى واحد ما تكلم. زدنا فزنا، حتى واحد ما تكلم. فزنا ايضا مع رواندا، حتى واحد ما تكلم. فو با يعني نتقلق يا جماعه الخير، ما نتقلقش باسكو خسرنا اليوم، ما نتقلقش. ربحنا، ورينا امور جينا مع ليرون، قدمنا مباراه كبيره ايضا، وان شاء الله مع البرتغال بالك نقدموا مباراه كبيره، وهو اهم شيء وهو المباريات الرسميه ان شاء الله، وتاهلنا الى نهائيات كاس افريقيا ان شاء الله.